مكلف بدراسة ظاهرة العقاب الجسدي الممارس ضد أطفالنا وفلذات أكبادنا تحت شعار من أجل التحسيس بمخاطر آثار العقاب الجسدي الممارس أو الممارس عفوا على الأطفال في كل الأوساط. ونسعى من خلال تسليط الضوء على هذا الموضوع الحساس إلى تقديم التوجيهات الضرورية للحد من هذه الظاهرة وتحجيمها، وإلى التوعية بالمخاطر الناجمة والآثار المترتبة عليها. إن تشكيلة فوج العمل المكونة من أساتذة وأكاديميين ومختصين من قطاعات متعددة تعكس منظور وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المبني على التفاعل الإيجابي بين العمل الأكاديمي الاستشرافي والفعل الاجتماعي الميداني. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، إذا كانت هذه الظاهرة قد طالت أطفالنا في البيت والمدرسة والشارع، فإن العالم الافتراضي لم يسلم بدوره من هذا السلوك. وللتحسيس بهذا الخطر أطلق قطاعنا السنة الماضية جائزة وطنية لأفضل إبداع رقمي موجه للأطفال، تناول في طبعته الأولى تطبيقات الألعاب الترفيهية أو الرقمية التربوية الموجهة للأطفال. إن عقاب الأطفال بكل أشكاله الجسدية واللفظية والعاطفية يؤثر من جهة على سلوكاتهم وتطور شخصياتهم، ومن جهة أخرى على تحصيلهم العلمي والمعرفي ومستقبلهم الدراسي، وهو ما يدفعنا إلى التجند جميعا من أجل محاصرة هذه الظاهرة التي لا يجب أن تتحول إلى وسيلة طبيعية وسلوك مقبول يلجأ إليه عند الإخفاق في التواصل مع الطفل. إن ظاهرة العنف ضد الأطفال بمختلف صورها تنال اليوم كل الاهتمام على المستويين الوطني والدولي، وهي موضوع شجب واستنكار لدى كل المجتمعات من كل المنطلقات القانونية والدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية. ورغم الجهود الهادفة إلى عزل هذه الظاهرة والقضاء عليها، إلا أننا ما زلنا وللأسف الشديد نسجل وجود حالات للعقاب الجسدي الممارس على الأطفال، يستدعي منا وبصفة استعجالية، أقول وبصفة استعجالية، تحريك أدوات الإنذار داخل المؤسسات الرسمية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية لاستهداف الحالات ودراستها والتكفل بها والتخفيف من معاناتها ومنع انتشارها وتفاقمها. ومن المؤسف أن هذه الأفعال والممارسات غير سوية تتطور وتتعقد غالبا في أوساط مغلقة يصعب التنبؤ بها أو الاطلاع عليها في الأجيال التي تسمح بمنعها أو معالجة آثارها. سيداتي أيها السادة والسيدات الفضليات، إن التصدي بشكل فعال لهذه الظاهرة يوجب في نظري اعتماد مقاربة متعددة الاختصاصات تشمل الجوانب القانونية والطبية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسرة ومحيطها، ولدي كامل الثقة في قدرات الكفاءات من أبناء الجزائر من الجامعيين والجامعيات والإطارات والمختصين لدراسة هذه الظاهرة من كل الجوانب والخروج بتوصيات علمية عملية تمكننا من فهم وتقدير أسباب وأبعاد هذا الفعل المنتشر في كل المجتمعات وبدرجات متفاوتة. وطبعا لعلمكم إذا خذينا ما لازمش نفكروا ولا نظنوا أن هذه الظاهرة هي ظاهرة خاصة بالدول الناشئة أو الدول الغير متطورة في طريق النمو، وإنما هي ظاهرة عالمية. اليابان اللي يعتبر قوة من أقوى الدول يسمح طبعا مسموح مش لم يجرم أو لم يمنع هذا النوع من العقاب الجسدي على الأطفال مثلا، على عكس السويد اللي هي دولة متقدمة واللي تمنع قانونيا كل تعدي على الطفل ولو كان عقاب خفيف فهو ممنوع في دولة السويد مثلا. لهذا كاين مقاربات وكاين قراءات مختلفة متفاوتة حسب المعتقدات الاجتماعية الدينية وغيرها أو النماذج التربوية المعتمدة في كل دولة، لكن احنا غالبا ما نقول أو ما نعتقد أننا نعاقب لنهذب، العكس
يمكن العقاب في نظري أنا طبعا وزيرة في قطاع التضامن ومكلفة بسياسة الموجهة لحماية وترقية الطفولة، أنا ضد طبعا، أنا نخلي لكم أنتم تناقشوا طبعا الموضوع، لكن أنا مبدئيا بالنسبة لي اللي عاقب الطفل عقاب جسدي هو اللي يفشل في التواصل والاتصال مع الطفل نتاعو، لأنه الضرب هو اللجوء إلى الضرب، والعقاب الجسدي هو أسهل طبعا، هو أسهل من اللجوء إلى الحكمة والتعقل والاعتماد التواصل والاتصال والنقاش ولا المحادثة، لأنه الطفل غالبا ما نظنوا أنه في سن 3 سنوات ما راهوش قابل للفهم أو للاستيعاب، بل العكس، الطفل كاين ألف وألف طريقة لطبعا تفهم الطفل ولإيصاله رسالة أن الأولياء موجودين لحمايته وطبعا لغرض ترقيته في المجتمع والإصغاء إليه، وطبعا جعله ينشأ في وسط طبعا آمن وحامي لكل جوانب طبعا تطور هذا الأخير في المجتمع. لهذا أنا طبعا نخليكم النقاش كله حسب اختصاصي في هذا الموضوع، وسوف طبعا نأخذ بعين الاعتبار توصياتكم وخلاصتكم خلال هذا طبعا الصبيحة، اللي هو طبعا الوقت غير كافي طبعا ما راحش يكفي، لكن هي انطلاقة لفوج العمل ابتداء من اليوم لمناقشة ودراسة هذا الموضوع من كل جوانبه، وطبعا اقتراح ما لابد اقتراحه علينا في القطاع لأخذ التدابير اللازمة لحماية الطفل حماية أكثر. وأملي طبعا أن تكون مخرجة هذا اللقاء دعما نوعيا للمخطط الوطني لحماية الطفل وتفتحه الذي يرمي إلى ضمان النماء والرفاه لأطفالنا في وسط أسري سليم وبيئة اجتماعية صحية، مؤسسين بذلك لجيل مؤمن بقدراته، مزود بمعالم وطنية أكيدة قادرة على فهم العالم من حوله والتكيف معه، متفتح على الحضارة الإنسانية وعلى أتم الاستعداد لتحمل كافة مسؤوليته. طبعا وإحنا نتكلم كثيرا عن الوقاية من العنف، تبدأ الوقاية طبعا من الطفولة، إذا لقنا الطفل العنف واعتبرنا أن الظاهرة ظاهرة عادية فسوف طبعا يكبر ويتخذ من هذا العنف وسيلة للتعامل كذلك هو بدوره مع الآخرين، وهذا ما لابد أن لا نصل إليه ولابد أن نحاربه على كل المستويات. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et je souhaite saluer l'initiative lancée aujourd'hui pour réfléchir et pour agir davantage sur la question du châtiment corporel. Et à peu près 21,3% victimes de violences sévères. Donc sévères voulant dire au visage ou avec des objets, on va dire, particulièrement durs. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que seuls 18% des parents interrogés dans le cadre de cette étude nous disaient qu'en fait, ils voyaient le châtiment corporel comme, on va dire, une façon d'éduquer les enfants, donc une nécessité pour éduquer les enfants. Et donc on voit bien le différentiel entre 70% et 18%. Bien sûr, il faut continuer à engager tous les parents, mais en tout cas, il y a tout un travail à faire et en même temps sur lequel on peut vraiment convaincre la majorité. Je pense que toute la question est celle de la discipline alternative, dont nous a aussi parlé Madame la Ministre. Donc vraiment, vraiment un travail à faire sur lequel des expériences existent, bien sûr, à travers le monde, et qui demandent, bien sûr, à être adaptées à l'Algérie. J'aimerais vraiment reconnaître tous les efforts qui sont faits par les acteurs ici présents. Je pense que ce n'est pas une question nouvelle, ce n'est pas un travail nouveau non plus, et qu'il y a énormément aussi de travail qui a été fait et qui doit aussi être valorisé. Donc vraiment, je vous encourage énormément, je vous félicite. Et je vous remercie de m'avoir écouté ce matin. Merci beaucoup. دراسة ظاهرة العقاب الجسدي للأطفال يعتبر جزء مهم لتحقيق هدف
أساسي اشتغلت عليه الدولة الجزائرية ومع العديد من الشركاء في مجال حماية الطفولة، وهذا الهدف الأساسي الذي خطط فيه الجزائر خطوات مهمة هو توفير بيئة آمنة للطفولة حتى تعيش حياتها في ظروف عادية، وهذه البيئة الآمنة هي التي تعزز قدرات الطفل المعرفية والمهارية والسلوكية حتى تكون فيه تنشئة جيدة وتنشئة آمنة وطبيعية للطفولة. وفي الحقيقة اليوم نفتخر أنه جميع القطاعات تشتغل على هذا الهدف الأساسي، سواء القطاعات الرسمية أو المجتمع المدني، والكشافة الجزائرية أيضا جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني، بحكم أننا نشتغل مع الطفولة نعمل على توفير هذه البيئة التي من شأنها أن تكون جيل قادر على أن يكون جيل يمكن أن يقدم الإضافات، ويمكن أن يكون جيل يعزز يعني التنمية في مختلف المجالات، وهذا هو الهدف الذي لابد أن يشتغل عليه الجميع. واليوم تكوين فوج عمل من طرف وزارة التضامن يعتبر خطوة مهمة جدا وبداية لعمل ستكون له نتائج إيجابية جدا في وسط الأسرة الجزائرية وفي المجتمع ككل، ونحن سندعم هذا العمل من كل المواقع حتى يحقق نتائجه في المستقبل القريب. شكرا لكم مرة أخرى على هذه المبادرة وعلى دعوتنا، نتمنى النجاح لهذا اليوم الدراسي وتكلل نتائجه بمخرجات هامة من شأنها أن تكون إضافة لكل القطاعات للعمل على نتائجها كتوصيات في عدة مجالات لحماية وترقية الطفولة في الجزائر. شكرا لكم. Une fois qu'on a épuisé nos ressources en tant que parents, en tant que professionnels, eh bien, il ne nous reste plus que le recours à la violence et une société qui considère que la violence peut être une solution, c'est une société qui va droit dans le mur. Je voudrais dire que par le châtiment et par la violence, on peut avoir des appréciations extrêmement différentes. Parce que le châtiment corporel peut s'entendre comme une correction, comme une punition, mais il se situe vraiment dans un continuum avec la violence. Et donc l'appréciation ne peut être que subjective. Et c'est ce qui a donné lieu pour beaucoup d'États la décision de mettre un terme au châtiment corporel. Tout simplement, et il a été démontré qu'il n'y a pas les sociétés qui se portent bien, comme la Suède, eh bien ce sont des sociétés où on ne pratique pas le châtiment corporel. Si, je ne sais pas, j'avais préparé une communication, mais je peux peut-être raccourcir ne pas faire la communication, mais partir juste d'une situation clinique que j'ai eue à rencontrer il y a quelques années. C'est toujours bien de partir de ce que nous vivons au quotidien en tant que professionnels, en tant que citoyens, pour essayer de réfléchir les choses. Alors j'avais reçu une petite fille âgée de 6 ans et demi avec sa maman et qui présentait une hyperactivité. Mais quelques mois avant la consultation, les parents avaient initié un projet d'immigration au Canada et ils sont revenus dans la précipitation. Tout simplement, après que la scolarisation de la fille ait eu lieu et qu'ils aient constaté ses troubles, une hyperactivité. Et donc, les psychologues au niveau de l'école avaient mis en forme un protocole de prise en charge, tout en indiquant aux parents la possibilité, dans un deuxième temps, de recourir à une consultation de pédopsychiatrie. Donc la maman s'est vite affolée en se disant qu'elle était avec un enfant extrêmement difficile, qui la mettait souvent en tension et qu'elle risquait à un moment donné de s'emporter et de la corriger. Elle n'était pas sûre de ce que la petite pouvait dire à l'école. Donc très vite, la famille est rentrée en Algérie. Il ne s'agit pas du tout
de parents violents. Au contraire, c'est des parents très aimants et peut-être même qui avaient placé leur enfant dans une position d'enfant roi. Mais entre l'enfant roi et l'enfant martyr, parfois les choses sont extrêmement faciles à faire basculer. Donc la petite a repris sa scolarité en Algérie. La maman avait déjà eu beaucoup de conseils de guidance du Canada qu'elle a continué de mettre en place. Et les choses se sont plutôt bien passées pour cet enfant. Ceci pour dire que ce qui nous permet d'apprécier ce qui peut être un châtiment, ce qui peut être une violence, ne se réduit pas à la position de parent ou de professionnel. C'est une société dans sa globalité qui réfléchit la question. Donc aujourd'hui, si on parle de châtiment corporel, il faut qu'on soit en mesure d'identifier qui sont les victimes, d'apprécier les victimes, évidemment, ce sont les enfants, les adolescents, mais n'oublions pas les personnes âgées qui parfois sont victimes de châtiment corporel, et les personnes malades, gravement malades. Donc c'est important de les repérer, c'est important de repérer les lieux où elles s'exercent, où s'exerce le châtiment corporel. Il y a le lieu intime, celui de la famille, mais pas que. Parfois, le châtiment corporel, il s'exerce à découvert, dans la rue, voilà, on le voit, dans les institutions qui reçoivent les enfants, il faut qu'on le dise, les écoles, les institutions de soins, tout est dans ce qu'on entend par le châtiment corporel. Parce que la correction, parfois, peut être considérée comme n'étant pas du châtiment. Mais c'est aussi comment la personne vit la chose qui est importante à dire. Et il faut rajouter le mot blessant. Vous avez des enfants qui nous disent « j'aurais préféré une gifle, j'aurais préféré un coup » que ce mot-là. Donc le mot blessant est absolument important à relever comme étant pouvant être violent pour les enfants. Et aussi une chose qui est très importante, c'est que les adultes nous disent « mais moi j'ai été frappée par mes parents et je me porte bien ». Alors s'il y a des personnes qui ont des capacités de résilience, c'est très bien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça ne peut pas justifier. Et donc cette question du châtiment corporel, elle renvoie d'une part à ce que veut dire être parent. J'avais écrit le poème de Khalil Gibran Khalil, mais je ne pourrais pas vous le réciter. Il est magnifique dans ce qu'il nous apporte comme indicateur de ce que veut dire être parent. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Les parents sont là pour les accompagner, pour les faire grandir, pour les éduquer et leur permettre de voler de leurs propres ailes. سنت قوانين لضمان حقوق الطفل والتكفل به وحمايته من كل سوء واستغلال باعتبارهم الشريحة الأضعف في المجتمع والمستقبل الواعد. فمن أبرز ما يواجه الطفل هو العنف بشتى أنواعه نتيجة لعدة عوامل وأسباب. إلى أن العنف أو التعنف لم يكن يوما وسيلة لتحقيق الأهداف والمبتغى منه، بل بإعطاء الطفل فرصا وإشراكه في كل مجالات الحياة. أكيد أننا سنجني فردا سويا وفعالا في المجتمع. فبصفتي ممثلة الجزائر في البرلمان العربي للطفل، فقد ناقشنا هذه المواضيع التي تعنى بالطفل العربي أكثر من مرة في الدورات السابقة المنعقدة في إمارة الشارقة، فرفعنا توصية تخص انشغالات الطفل إلى الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل، ومن ثم إلى جامعة الدول العربية. فمعا من أجل طفولة آمنة، مستقبل زاهر. فنحن الأطفال نرفض ممارسة العقاب الجسدي علينا مما له أثر سلبي على نفسيتنا. وشكرا على حسن الاستماع. فقط لم أكن مبرمجا في أتدخل، فقط بتدخل ممثلة الجزائر من بين 4 أطفال الممثلين للجزائر في البرلمان العربي للطفل بالشارقة، أريد أن أعطي نبذة والتعريف بهذا البرلمان وتمثيل الجزائر في هذا الهيئة اللي تابعة لجامعة الدول العربية. نعم،
هاد الأعضاء الأربعة اللي مثلوا الجزائر في البرلمان العربي للطفل، كان فيه مذكرة الجامعة العربية اللي تطلب من دول العربية اللي عندها برلمان عربي للطفل يتم انتخاب 4 أطفال، أما بالنسبة للدول اللي ما عندهاش برلمان عربي للطفل يمكنها اختيار 4 أطفال يمثلوا من المجتمع المدني. الجزائر ومن خلال قطاع التضامن الوطني اللي يشرف على الأمور المتعلقة بحماية الطفولة واللي يوضع سياسات الطفولة تتقدم ودار استشارات على عدة جهات، وكان انتقاء 4 أطفال، فيه طفل من الأغواط اللي هو يمثل جمعية محلية، وكذلك يمثل الجانب الفنون تاع الأطفال اللي هو يدير المسرح. كذلك عندنا ممثلة من ولاية باتنا اللي هي عندها أحسن معدل على المستوى الوطني 19.75، كانت من بين تم اختيارها وكنا كتبنا لوزارة التربية الوطنية اللي عطتنا الاسم تاعها. كذلك كاين ممثل تاع نجمو نقولوا الكشافة الإسلامية الجزائرية، بالك السيد القائد العام ما يعرفش الموضوع هذا، هو من البويرة، ما تذكرش الفوج اسم الفوج فريد اسم الفوج، المهم البويرة، هو كذلك ممثل البرلمان العربي للطفل. معناتها عندنا زوج من جنس ذكر واثنين من جنس إناث يمثلوا البرلمان العربي. الوزارة التضامن الوطني رافقتهم في الدورة الأولى والدورة الثانية بالدولة الإمارات العربية المتحدة بالشارقة، وكانت فيه مساهمة لهؤلاء الأطفال في إرساء أول شو يقولوا لبنة لهذا البرلمان العربي للطفل. وتم في اللقاء الثاني اللي كان في شهر جويلية اختيار رئيس البرلمان اللي هو من الدولة الشقيقة من السودان، ونائبين واحد من الأردن والآخر من العراق. بالنسبة للجزائر عندنا ممثلين على مستوى أربعة لجان فيه ممثلين من الجزائر، وبالتالي هذا بصفة عامة البرلمان العربي للطفل. والجزائر اللي عملت دائما وتعمل على رفع وترقية وحماية الطفولة. أسبق الأحداث ونقول أنه راهي مسجلة في برنامج عمل القطاع أن وزارة التضامن الوطني سوف تعمل على إنشاء البرلمان الجزائري للطفل، وبالتالي الورقة الطريق ولا ورقة العمل راهي متحضرة، ونحن في إن شاء الله بداية سنة 2020 يكون البرلمان العربي للطفل جاهز إن شاء الله. وشكرا لكم. فيما يخص مدى انتشار هذه الظاهرة على مستوى الوطن، طبعا كما سبقت وكما أشارت إليه تحققت الأخصائية في الطب الطب النفسي العقلي للأطفال، ما عندناش طبعا لأنه هذا الظاهرة عادة ما تجري في وسط مغلوق في وسط العائلة، وطبعا ليس بإمكاننا التغلغل في كل العائلات لطبعا قياس مدى انتشار الظاهرة على مستوى الوطن، لكن حتى ولو كانت 100 حالة ولا 20 حالة فالظاهرة لابد من طبعا العمل على الوقاية منها وعلى محاربتها، لأنه من غير المعقول أننا نصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي طبعا تنص صراحة على احترام هذا الإنسان الضعيف اللي من والشخص الضعيف اللي من واجبنا حمايته والعمل على تأمين الوسط الذي يعيش فيه، وأولى لمن واجبهم حماية وتأمين الوسط الذي يعيش فيه هذا الشخص هي الأسرة طبعا. والدستور نص طبعا على ضرورة دور الأسرة في حماية الطفل، وطبعا حتى كل القوانين التشريع الجزائري طبعا ينص على حماية الطفل لكن بصفة عامة، لكن ما دققناش ما العقاب الجسدي بصفة عامة، لكن الكثير من يعتقدون أن العقاب الجسدي الخفيف هو طبعا يدخل في إطار عادي، واللي طبعا
يمر كسلوك غير طبعا مثير للجدل في الكثير من الأوساط، سواء كان وسط مدرسي حتى ولو القانون التوجيهي للتربية الوطنية يمنع العقاب الجسدي وطبعا يعاقب مرتكبيه، لكن حتى احنا على مستوى مؤسساتنا كذلك نمنع مرتكبي، وكان هناك إجراءات جزائية عقابية لمن تعدوا على الأطفال من خلال التكفل بهم على مستوى المؤسسات. لكن لابد أن نسعى جميعا ومن خلال تنصيب هذا فوج العمل إلى التفكير والتمعن في الظاهرة ووضع الآليات طبعا والمخرجات التي تقي الطفل من العقاب الجسدي حتى ولو كان خفيف، لأنه من غير المعقول أننا نربي بالعقاب، لابد أن نربي بالتواصل، بالاتصال، بالحماية، بالتوفير الحنان وتوفير الاهتمام لهذا الفئة، وليس باللجوء إلى العقاب الجسدي، لأنه أحيانا ومن غير قصد يلجأ الوالدين أو المربين للعقاب الجسدي، وتكون هناك طبعا أثار جسيمة من خلال هذا العقاب جسدية ونفسية، خاصة النفسية هي اللي عندها عواقب طبعا مشينة على تطور شخصية الطفل. فلهذا نسعى كوزارة وصية وحامية لهذا الفئة ومخططة لسياسات الدولة في مجال التكفل بالطفولة لمحاربة هذه الظاهرة ولما لا طبعا لمنعها، وهذا طبعا سوف من سبقش الأحداث نخلي فوج العمل يناقش الظاهرة من كل جوانبها ويقدم لنا التوصيات التي نعتمدها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء، لأنه حتى الترسانة القانونية قلت ما رايش تشجعش، بالعكس طبعا تمنع الاعتداء على الأطفال، لكن احنا نحبوا نأكدوا تأكيد أكثر وعمليا وحتى طبعا يكون وعي من طرف الجميع بأنه هذه الظاهرة لابد أن لا يلجأ إليها حتى ولو كان الطفل مفرط في الحركة أو طبعا غير سهل في التحكم في سلوكه أو في حركاته بصفة عامة، لكن لابد أن يكون هناك لجوء لطرق أخرى في تربية الأطفال وليس اللجوء إلى هذا طبعا الاعتداء والعنف الجسدي واللفظي، لأنه كما قالت السيدة اللفظي أحيانا يكون أشد وتكون الأثار نتاعه طبعا مسيئة لترقية وحماية طبعا تطور ونمو شخصية الطفل. هذا طبعا لابد أن نعمل جميعا على محاربته، واللي يزرع العنف في الصغر طبعا راح يحصد العنف في المراحل اللاحقة. لهذا نبذ العنف لابد أن يكون العنف منبوذ في كل الأوساط وفي كل المستويات إذا كنا نعمل على طبعا الوقاية منه ومحاربته، لأن إذا تعنف الطفل كما قلت في الصغر راح يعنف بدوره في المراحل اللاحقة ويعتبر هذا السلوك سلوك عادي طبيعي لا يعاقب عليه ولا يؤنب حتى الضمير تاعه مهما كانت درجة طبعا درجة اللجوء إليه. ما جاوبتكش على البرلمان طبعا، فكرة البرلمان العربي طبعا هي فكرة نسعى إلى الجزائري طبعا، أنا جزائرية نتكلم عن جزائري كنت برلمانية طبعا ما نتكلمش على البرلمان تاع دولة أخرى، لكن حتى نعطي فكرة البرلمان طبعا هي فكرة كان بدل العمل في تجسيدها في هذه السنتين الأخيرتين على مستوى الوزارة، وطبعا نضج المشروع وسوف طبعا نسعى إلى تجسيده في أفاق 2020 إن شاء الله حتى يستسنى للطفل العربي طبعا بالدفاع عن حقوقه هو بنفسه وحتى يعي بمدى طبعا اهتمام الدولة به واهتمام الدولة الجزائرية كذلك بتكريس الطفل في العيش بكرامة، وحتى كذلك نكون عندنا تمثيل في ملتقيات الدولية الأخرى عن طريق أطفالنا لأنهم هم أذكياء وهم في مستوى طبعا المسؤولية ويقدروا
هما طبعا يوصلوا الرسالة اللي يحبوا يوصلوها للكبار فيما يخص كل ما له علاقة بشؤونهم الخاصة، أي شؤون الطفل بصفة عامة. والدليل على ذلك أطفال الكشافة الإسلامية كما راكم تشوفوا معنا، أطفال طبعا حاضرين معنا، ممكن يناقشوا الموضوع، ممكن يدليوا بآرائهم كباقي أطفال العالم. بالنسبة طبعا لتقبل أو عدم تقبل الأولياء وكيفية عقاب الأولياء، احنا نصبنا طبعا فوج عمل لطبعا دراسة هذا الموضوع كل جوانبه، يشوفوا الإجراءات التي يمكن اتخاذها، هل نلجأ إلى التحسيس أكثر، هل نلجأ إلى الردع، هل نلجأ إلى العقاب، هذا ما سوف طبعا يناقش على مستوى فوج العمل الذي نصب اليوم واللي هو متعدد الاختصاصات. كاين فيه ممثلين عن وزارة العدل، التربية، نعم، الأساتذة طبعا الأكاديميين والخبراء. هذا الفوج العمل هو اللي راح نخليوه يناقش الظاهرة وراح يمد لنا توصيات توجيهات لنحتى نشوفوا من بعد من خلالها وضع خطة عمل لتسمح لنا بمحاربة هذه الظاهرة. بالنسبة لهذه كما قلت انت باللي اللي يعيشوا في أوساط فقيرة ولا الجهل هو اللي يؤدي العكس، هذا انا قلت في دول متقدمة هذا أحكام مسبقة على العائلات، كاين عائلة فقيرة لكن عندها طريق التواصل من أخير الطرق مع أبنائها، وكاين من أطفال نجباء اللي ينحدروا من أوساط شعبية ولا ناس عائلات فقيرة. الفقر ليس عذرا وليس سببا في اللجوء إلى التعنيف الجسدي للأولياء، بل العكس كاين أمور كثيرة تدخل، كاين أولياء غير أسوياء هما مرسوا عليهم العنف الأولياء نتاعهم وهما ينقلوا العنف عن طريقتهم كذلك لأولادهم لأنهم يعتبروا أن الظاهرة كما كنت نقول اعتبروها عادية، لهذا هما حتى يهذبوا الأبناء تاعهم ويربيهم عن طريق اللجوء إلى العنف ظنا منهم، مشي رغبة فيهم من تعنيف أبنائهم، العكس ظنا منهم أنه هذه الطريقة من أنجع الطرق لتربية الأطفال نتاعهم. لهذا كما انت اشرتي للتحسيس كاين عمليه توعويه تحسيسيه كبيره لازم نقوموا بها بالموازات للعمل اللي راح نقوم به الفوج العمل واللي احنا رانا ديجا نقوموا به على مستوى طبعا مصالح النشاط الاجتماعي المنتشره عبر الولايات، مصلحه التلاحم الاجتماعي والاسره، هذو المصالح تلجا اليها طبعا، يلجؤوا اليها الاطفال ويلجؤوا اليها الشباب وتلجأ إليها العائلات اللي هي en panne de solution اللي ما عندهاش حلول لازمة والناجعة لمواجهة أو لتربية أبنائهم اللي طبعا يكونوا لهم إشكال من ناحية التصرفات نتاعهم والسلوك نتاعهم مثلا الحركة المفرطة وما غير ذلك. لهذا لا علاقة بالفقر ولا علاقة بالجهل بظاهرة التعنيف الجسدي، هو ظاهرة كما قلت عالمية متواجدة ومنتشرة في الأوساط المتقدمة والغير متقدمة والاعتقادات اجتماعية دينية مختلفة كاين يعتمدوها كطريقة لتهذيب السلوك، هذا من جهة. السؤال الثاني يعني بالنسبة للرقم الأخضر. الرقم الأخضر بالنسبة للرقم الأخضر طبعا كاين طبعا 11-11 تاع الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وكاين 15-27 تاع وزارة التضامن الوطني وكاين تاع الشرطة وكاين تاع الدرك الوطني، كاين ارقام متعدده، كاين ارقام تاع جمعيات كذلك تاع الحركه الجمعويه، كاين ارقام متعدده اللي تسمح بالتبليغ عن حالات طبعا حالات التعدي على الاطفال او حالات التي نلاحظها تمس بطبعا حقوق الطفل بصفه عامه. المشكل ماهوش في الارقام ولا الاعداد، كما المشكل هو في التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المهتمة بقضية حماية الطفولة وكيفية التنسيق فيما بيننا والعمل على ردع هذه السلوكات والوقاية منها طبعا، وفي الأخير هو الهدف الأخير هو حماية الطفل من طبعا حماية الجسدية والنفسية لشخصية الطفل. بعد الوزير اسمحي كنت تكلمت على الرقم الأخضر يعني بالنسبة للطفل، مش الرقم الأخضر احنا اللي نتكلموا به يعني كما شوفوا الدول الناميه موجود طبعا طبعا حتى الهيئه راهي حفظوا للاطفال 11 11 هما لجؤوا لرقم سهل للحفظ
ورغم كاين حملات تحسيسيه يقوموا بها توعويه طبعا، والكل يعرف باللي 11-11 هو رقم، والاطفال يعرفوا يقراو، ام كي يمشيو باختو يلقاو دي بانو تاع الشرطه فيهم الرقم الاخضر تاع الشرطه تاع تاع الدرك الوطني، الاطفال المتعلمين يعرفوا يلجؤوا. لكن كاين طبعا ما كاش تشجيع، كاين ثقافة كذلك سائدة ما تشجعش لجوء الأطفال لهذا الأمور، وهذا كاين كذلك اللجنة راح تنصب على هذا الجانب كذلك من يخص التوعية اللي لازم تكون على مستوى المدارس التربية الوطنية، على مستوى المدارس، وحتى على مستوى المؤسسات نتاعنا الطفولة الصغيرة التابعة لقطاع التضامن الوطني. كاين طبعا القانون اللي يمنع الاعتداء على القانون 15-12 موجود حتى القانون التوجيهي للتربيه، تكلمت على القانون التوجيهي على تاع التربيه تاع 2008 اللي طبعا ينص يعاقب المعلمين او الاساتذه اللي يعتديوا على الاطفال جسديا، وكاين حالات لاحظتوها وكاين حالات طبعا نددت بها الصحافه والاعلام واتخذت اجراءات تجاه مرتكبي هذا الاعتداءات. وقطاع التربيه طبعا هو اولى من معاقبة لأنهم تابعين ليه، إذا كان احنا في وزارة التضامن أنا طبعا نقوم بالردع وعقاب أو معاقبة المعلمين والأساتذة والمربين الذين يعملون تحت وصاية القطاع على مستوى المؤسسة التابعة للقطاع، لكن قطاع التربية كذلك قاموا بإجراءات اللي طبعا قاموا بإجراءات وكاين وصلوا للعدالة طبعا، كان إجراءات وصلت بعض المعلمين والأساتذة للعدالة اللي قاموا بارتكاب هذا النوع من نسموه الجنح ضد الأطفال على مستوى المؤسسات، لأنه الطفل يلجأ للمؤسسة للتربية والتعليم وليس للعقاب. شكرا. بالنسبة لتحسيس الأطفال على مستوى المدارس قلتي هل قمنا بتنصيب، احنا الغرض نظرا لملاحظة كل هذه الإشكالات الموجودة في الميدان على مستوى المدارس على مستوى الشارع على مستوى العائلات على مستوى المؤسسات، لهذا الغرض راح قررنا تنصيب هذا فوج العمل هذا اللي فيه مختصين اللي راحين كما قلت يتناولوا القضية هذه من كل جوانبها ويقومون باقتراحات اللي طبعا من خلالها راح نقوم بوضع خطة عمل لمحاربة الظاهرة والوقاية منها، هذا من جهة. بالنسبة لتوعية الأطفال هذا طبعا عمل توعوي الجميع يقوم به، سواء الهيئة أو الوزارة أو وزارة التربية والجمعيات والمجتمع والإعلام، حتى الإعلام عنده دور كبير في طبعا التحسيس والإشعار لهذا الرقم. وقلت ما كانش غير هذا الرقم لأنه ما كانش الممثلين تاع قطاعات الأمن الوطني والدرك عندهم كذلك، راح إذا حضرتوا معهم في جلسة العمل لمناقشة راح تلاحظوا حتى العديد من يلجؤوا لهم، وهما حتى هما ينقلوا أطفال من الشارع اللي يلقاهم في خطر ينقلوهم عند لوجيج دي مينور واللي راح يحطهم غالبا سواء على مستوى مؤسسات تابعة للقطاع أو على مستوى ولا يستدعي الأهل الأولياء نتاعهم لطبعا مساءلتهم حول تشرد ولا حول ضياع أو حول تعنيف أو أبنائهم. هذه الأعمال موجودة كما قلت تخص لا كورديناسيون بين مختلف المتدخلين في إطار هذا العملية، هذا من جهة. بالنسبة لما حدث واللي نتأسف عليه كثير طبعا في الواد، طبعا كاين أمور تحدث بسبب اللامبالاة والإهمال وهذا ما نندد به، لكن فيما يخص احنا المؤسسات نتاعنا طبعا عطينا لهم تعليمات صارمة فيما يخص اتخاذ كل الإجراءات تاع الوقاية، وطبعا الوقاية من حدوث هذا النوع من الحوادث، لأنه الطفل طبعا ولا المسن حتى المسنين ولا كل الفئات المتواجدة على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع لابد من تأمين تكون في أماكن مؤمنة من كل الجوانب، وطبعا يتحمل المسؤولية المسؤول المحلي اللي طبعا لم يقم بواجباته، لأنه كل مسؤول لازم يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة على مستوى وعنده عبر الطاقم طبعا تاع الموظفين الموجود تحت وصايته على المستوى المحلي تأمين الأماكن حتى طبعا كما قلت نتفادى هذا النوع من الحوادث الخطيرة في بعض الأحيان اللي تؤدي بطبعا ضياع أشخاص
وهذا ما نتأسف طبعا كي تضيع الكرسي ولا ما هوش أمر مؤلم ممكن نعوضه، لكن لما تكون ضياع أرواح بشرية هذا طبعا واخترت لي أسباب كان ممكن تفاديها باللجوء إلى إجراءات بسيطة، لكن كما قلت لا مبالاة ولا وعي ولا مسؤولية حاليا ما يكونوا هما اللي يتسببوا في هذا الحوادث الأليمة اللي روح ضحيتها أشخاص مواطنين كان من الأجدر حمايتهم باللجوء إلى كما قلت هذا النوع من الإجراءات الوقائية. ما نذكرلكش أنواع العقاب، أقعدي حضري معنا. علاش قلت لك ستكون مخرجة هذا الفوج اليوم تنصب، لكن كاين لقاءات أخرى اتصلي مع السيد طواري راح تحضري معاه وتشوفي حتى انتم عندكم دور كذلك طبعا عندكم دور في راكم تتلاقاو انتم حالات معنفه ممكن تساهموا في اثراء النقاش وفي طبعا مشاركه في اللجوء الى عفوا الى منحنا توصيات يمكن ان نعتمدها لمحاربه هذه الظاهره واللي هي راح نقول لك ظاهره ما تقتيش بانها ظاهره الاحياء الشعبيه او الفئات الفقيره، العكس هي ظاهره يلجا اليها احيانا في صمت في اوساط لا في اوساط ثريه لا باس بها ما عندهاش علاقه بالمستوى الاقتصادي ولا هي عندها علاقه بمستوى كيفاش اسمه ليكيليبر بيرسونيل ليكيليبر مونتال اي سيكولوجيك دي بارون. انا عضوه من اعضاء البرلمان العربي للطفل ممثله الجزائر في البرلمان العربي للطفل. انا اختاروني بسبب علاماتي الجيده وبسبب باش نمثل هاد من ذوي الاحتياجات الخاصه وان شاء الله نسيو كيفاش ان شاء الله نسيو كيفاش كي نديروا برلمان الطفل الجزائري 2000 في ابتداء 2020 ان شاء الله نسيو كيفاش نحلوا مشاكل الاطفال خاصه العنف لانه في الأوينة الأخيرة كاثر العنف ولازم أكيد ما حش نقدر ننحوه كامل بس هنحاولوا كيفاش ننقصوا منه إن شاء الله نحاول ندير هكا وباش نحلوا هذا المشكل لازم نسيو كيفاش نديروا لازم كل طفل معنف لازم يبلغ على هذا التعنيف لا خطر وكان كل طفل يسكت وما يبلغش على تعنيفه راح يزيد يتكاثر عدد المعنفين في الجزائر.